الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طاب مساكم مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الحدث، البرنامج الذي نستعرض ونتابع من خلاله أبرز وأهم الأحداث على الساحة المحلية، وكذلك متابعة لأبرز الأخبار والتقارير في الساحة المحلية وكذلك الساحة العالمية. كما هي العادة مشاهدين الكرام، نبدأ وإياكم مشوار هذه الحلقة باستعراض لمجموعة من الأخبار المحلية، والتي نبدأها بمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، حيث أشارت بعض الأنباء إلى اقتراب موعد إعلان عن المدرب الجديد لمنتخبنا خلفا للمدرب الإسباني لوبيز كارو. وكانت لجنة المنتخبات باتحاد الكرة برئاسة سالم بن سعيد الوهيبي رئيس الاتحاد ورئيس لجنة المنتخبات قد اعتمدت 4 أسماء من بين 9 أسماء تم عرضها في اجتماع اللجنة الذي عقد الثلاثاء الماضي. وسوف تقوم اللجنة اليوم بعقد اجتماع آخر من أجل إقرار ما يراه مجلس إدارة الاتحاد مناسبا بشأن هوية المدرب القادم لمنتخبنا الوطني. جابرييل كواكتون حارس هارو إن شاء الله أحد عدد المنتخب الوطني ساقط أحمد مبارك كانو تعرض لإصابة، ومساكي توما يطالب بالنهوض. سلام إن شاء الله لأحمد، مجهود وافر ما شاء الله تبارك الله في منتصف الميدان، هو وعيد الفارسي ثنائي مميز حقيقة في هذا المركز، بنية جسمانية جيدة، لياقة بدنية عالية، روح قتالية أيضا عالية، وهذه المواصفات لا شك أنها مطلوبة في لاعب الوسط الارتكاز. هنا إعادة من جديد للقطة التي أصيب من خلالها أحمد، الآن حسن الظفر يعيد الكرة بكل روح رياضية للحارس زيد البشري. حقق المتسابق حامد القاسمي بالمركز الثالث في ترتيب عام بطولة الإمارات للراليات، في حين خرج صومار بسبب الأعطال الفنية. وشهدت الجولة الأخيرة من الرالي خروجا حزينا للمتسابق المخضرم خالد صومار من السباق بعدما واجه مشاكل عديدة طوال المنافسة، الأمر الذي أدى إلى انسحابه عقب إنهائه المرحلة الرابعة بعدما تعرض السيارة إلى كسر في الشلال وفقدانه إلى خلمات المكابح، مما أثر سلبا على أداء السيارة مفضلا عدم تعريض السيارة إلى أضرار أكثر نتيجة هذا الخلل. تتواصل منافسات مسابقة قفز الحواجز، حيث شهد ميدان قفز الحواجز بمزرعة الرحبة بولاية بركة الجولة الثالثة لقفز الحواجز بمشاركة 65 خيلا. تنافس الفرسان خلالها في 4 فئات أمتع الحضور والمتابعين. نتابع. ثالث مسابقات قفز الحواجز يشهدها ميدان مزرعة الرحبة بولاية بركة، والتي ينظمها الاتحاد العماني للفروسية بمشاركة واسعة من وحدات الخيالة الحكومية والاسطبلات الخاصة، حيث شهدت هذه المسابقة مشاركة 65 خيلا تنافس الفرسان خلالها في 4 فئات، وهي فئة المبتدئين والفئة دال والفئة جيم والفئة باء. الفئة باء شاركت فيها 5 خيول وتم تحكيمها وفقا لقانون التحكيم الدولي، والتي تنص على أنه في حالة التعادل تقام جولة تمايز، حيث تمكن الفارس حمود بن سلطان الطوقي من مركز الفروسية الأولمبي وعلى الحصان تالبوت من الحصول على المركز الأول، والفارس سلطان بن حمود الطوقي على الحصان بيليه من مركز الفروسية الأولمبية على المركز الثاني. وفي الفئة جيم شاركت 16 خيلا، توج بلقبها الفارس فيصل بن حميد الشرجي على الفرس فلك السلامة من وحدة شرطة الخيالة، وحلت الفارسة شادي كمال من مركز الفروسية الأولمبي وعلى الحصان ادفانتج ساو وصيفة. أما في الفئة دال فقد شاركت 18 خيلا، تمكن الفارس صاحب السمو السيد أحمد بن غالب آل سعيد على الحصان تاج الملوك من اسطبلات آل سعيد على المركز الأول، وانتزع الوصاف الفارس خالد بن درويش الصبحي على الحصان بيتبول من الخيالة السلطانية. وفي فئة المبتدئين شاركت فيها 26 خيلا، تمكنت 8 خيول من إنهاء الجولة.
ليتم بعدها تتويج الفرسان الفائزين في جميع الجولات بجوائز هذه المسابقة. عبد الله بن عامر الويهي من ميدان مزرعة الرحبة لسباقات الخيل بولاية بركة محافظة جنوب الباطنة. انطلقت على مضمار سباقات الخيل بمزرعة الرحبة أولى سباقات التقاط الأوتان لهذا الموسم والتي ينظمها الاتحاد العماني للفروسية، حيث تنافس 49 فارسا في التقاط وتد بالسيف ووتد بالرمح، دل على استعدادهم لموسم سيفوز فرسان مهره في هذه المسابقة. للمزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي. تتواصل على مضمار مزرعة الرحبة لسباقات الخيل بولاية بركة منافسات سباقات الخيل، حيث انطلقت أولى مسابقات التقاط الأوتاد لهذا الموسم 2016-2017 والتي ينظمها الاتحاد العماني للفروسية. باشرت لجنة مسابقة التقاط الأوتاد باكورة العمل لهذا الموسم في هذا اليوم بمشاركة الوحدات العسكرية، ولله الحمد تقريبا تم تقييد في السجلات 49 خيل، ولله الحمد نتائج طيبة ومبشرة، وإن شاء الله يكون موسم مليء بالعطاء ويتحقق ما يصبو إليه الاتحاد العماني من الرقي في هذه المسابقة إن شاء الله. 49 فارسا يقصون شريط هذا الموسم من مختلف وحدات الخيالة الحكومية والاستبلات الخاصة، تنافسوا في 4 جولات أمتعوا الحضور والمتابعين. الجولتان الأولى والثانية خصصت لالتقاط وتد بالرمح، والجولتان الثالثة والرابعة لالتقاط وتد بالسيف، وامتاز الفرسان المشاركون بالدقة والمهارة في الالتقاط، دل على استعدادهم لموسم سيكون حافلا بالإثارة والمتعة. هذا الإنجاز جاء من فراغ، جاء من بذل ومجهود. البطولة كانت اليوم بطولة قوية إن شاء الله بوجود فرسان 49 فارس مثلوا الوحدات العسكرية، وكانت البطولة قوية جدا اليوم إن شاء الله. كان الجو صراحة قوي وكان تنظيم ممتاز، ونشكر على اللجنة المنظمة لهذه البطولة. وطبعا حصلت خيات مدرعات اليوم على المركز الأول بعد منافسة قوية مع خيات الحرس السلطان العماني، وحصلت أيضا على المركز الثاني. نتائج هذه المسابقة: حصول الفارس يوسف بن راشد المعمري من خيالة مدرعات سلطان عمان على المركز الأول، والفارس محمد بن خميس السيابي من خيالة مدرعات سلطان عمان أيضا على المركز الثاني، وينال الفارس ظافر بن راشد الزعابي من خيالة الحرس السلطان العماني على المركز الثالث، حيث تم تكريم الفرسان الفائزين الحاصلين على المراكز العشرة الأولى بجوائز هذه المسابقة. عبد الله بن عامر الويهي من ميدان مزرعة الرحبة لسباقات الخيل بولاية بركة محافظة جنوب الباطنة. أسجل ستار على الدور الأول من دور عمان تلي المحترفين لكرة القدم بإقامة 7 مواجهات في يوم واحد مساء يوم الجمعة الماضي، حيث شهدت المنافسة تغيرات في جدول الترتيب ليكون الشباب بطلا للشتاء بعد 13 جولة. نتابع وياكم مواجهات اليوم الأخير من الدور الأول لدور عمان تل المحترفين، أو مواجهات السخونة والإثارة وقلب الموازين الشباب وظفار، والبحث عن هوية بطل الشتاء المنتظر. دخل الشباب اللقاء وهو عازم على نيل النقاط الثلاث، إزاحة الزعيم من الصدارة. ليلة الجنون وليلة السعادة ابتسمت للصقور بعد أدائهم الرائع، تغلبوا على ظفار بثلاثية نظيفة. المارد العرباوي استضاف الخابورة من أجل الاقتراب شيئا فشيئا من المتصدر، فخرج فائزا بهدف نظيف عن طريق سامي الحسني.
وأما صحار فعرف الفوز السادس له هذا الموسم بعدما انتصر على النصر بهدف نظيف. فنجاوة عمان لقاء قد يعيد للفرقة الفنجاوية روح الانتصار في الجولة الماضية، فانتصروا بهدفين مقابل هدف واحد. قد يكون الإقناع غائبا، ولكن النقاط الثلاث أهم من الأداء نظرا لوضعه الحالي. النهضة استقبل الموج الأزرق نادي صحم فهزمه بثلاثية، وكأنه يرد عليه بأن اختصاصك ينحصر في بطولة الكأس الغالية. جعلان الذي لم يعرف طعم الفوز في مشواره بالدوري هذا الموسم حس بخطورة موقعه بقاع الترتيب، فدخل عازما على الفوز هذه المرة لينتصر على روستاق بهدفين لهدف. وأما لقاء السويق ومسقط فقد انتهى بالتعادل السلبي دون أهداف. اهلا وسهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، وطاب مساكم بكل خير. ننتقل واياكم الى فقره ضيف الحدث، حيث يتواجد حاليا بالسلطنه اسطوره بناء الاجسام العالميه الامريكي روني كولمان، وذلك خلال افتتاح مركز جديد لبيع البروتين للرياضيين ولاعبي بناء الاجسام ورفع الاثقال بولايه سيب. وكان حفل افتتاح تحت رعايه سعاده الشيخ رشاد بن احمد الهنائي وبحضور جماهيري فاق كل التوقعات. الجدير بالذكر بان روني كولمان صاحب 8 بطولات مستر اولمبيا، وتعتبر هذه زيارته الأولى للسلطنة ويعد أهم نجوم هذه اللعبة. مزيد من التفاصيل سعدنا نرحب في هذا الاستوديو ببطل ونجم بناء الأجسام الأمريكي روني كولمان. ويلكم روني. أيضا نرحب ببطل السلطنة في بناء الأجسام عيسى الحسني، حياك الله كابتن عيسى. حياكم الله. أهلا وسهلا فيك. مرحبين صراحة، مشرفين يعني شرفتونا بهذا الضيافة الجميلة جدا صراحة. حياك الله. أيضا نرحب بالفاضل عادل الووان. طبعا ما شاء الله يعني المسميات كثيرة، صاحب شركة ووان وأيضا بطل سابق في عديد من الرياضات، يمكن راح تخبرنا عنها أكثر. أهلا وسهلا بك عادل حبيب. الله يسلمك. حياك الله. مشكورين على اللقاء الحلو هذا. أهلا وسهلا فيك.
طبعا اول زياره لروني للسلطنه، وهذا يمكن يعني شيء بالنسبه لابطال بناء الاقسام وحتى ممارسين لهذه الرياضه شيء كبير بالنسبه لهم، زياره تكون لروني للسلطنه وحتى للشرق الاوسط. روني كيف تشوف عادل هذه الزياره بشكل عام؟ هو يعتبر زياره روني لعمان، طبعا هو يعتبر اول بطل عالمي يدخل عمان في مجال رياضه كمال الاجسام والفتنس اللي هي ماخذ الحين يعني عقول الشباب، الكل يلعب الكل يعدل جسمه، فهذا يعتبر حلم للشباب انه يشوفون روني الاسطوره ويسلمون عليه ويصورون معاه ويتكلمون معاه. واحنا حرصنا ان روني يعطي الكل وقته، يعني تجي تساله شنو ما تبي تكلم معاك صور معاك، لازم ابتسامه، يعني مهما تكون تعبان لازم تعطي الشباب لان انت اول مره داش عندهم. صحيح. فلازم تربي يعني تلبي رغبات الشباب. وهذا يعني الوضح من خلال الاستقبال الجماهيري ما شاء الله لروني، يمكن حتى يمكن ما توقع هذا الاستقبال. امبارح ما شاء الله يعني الشارع مسكر، واحنا قعدنا يمكن الساعه 11 ونص صح ولا 12 الا ربع، الساعه 12 امس زحمه ناس، فقلنا لهم يا جماعه اعذرونا الرجال تعب نبي ناخذ ريحه. صحيح. ولكم منا اليوم يعني بكره نجيبه لكم مره ثانيه هم تكملون معاه. وتخيل يعني امس الشارع مسكر، المحل بالاخر ما قدرت تنسم، وكان صادف ويانا مباراه برشلونه ومباراه مدريد. صحيح. يعني نص الجمهور يمكن هناك، بعدين كان في بطوله بعد برا، في ناس مسافرين من محبين هذه اللعبه يعني، وما شاء الله كان فوق الفل ما شاء الله. فاليوم ان شاء الله راح نعيد لهم الكره مره ثانيه يكون روني موجود. واحنا امس حرصنا على شغله نسويها اللي هي وقلنا حق عيسى، لما تشوف الاجانب دائما يتكلم ما يقول لك انه والله الخليج عمان وهذا، يقول لك دبي على طول. ليش؟ لان هي سوت ماركتينج، سوت اسم حقها خارجي. صحيح. دفعت فلوس على تطلع اسمها. فالحين لبسنا روني في الافتتاح لبس عماني الاصيل ما شاء الله كامل، يجي عليه يعني يجي شكله كامل، وهو استانس والشباب اللي معاه كلهم وخناجر، حتى احنا لبسنا ما شاء الله، يعني نتشرف والله ان نلبس اللبس التراثي هذا. يعني ورحنا حق وصورنا ونزلنا في اكاونته ما شاء الله فيه ملايين ويتابعون العالم كله، هو يعني نجم من نجوم امريكا، يعني معلم من معالم امريكا. فلما يلبس لبس العماني ويطلع عندهم في السوشيال ميديا في راح يسالوا عنه اكيد ويوصلهم حتى دعايه للبلد. صحيح. جميل، نستغل وقول روني ونساله في البدايه عن انطباعه من هذه الزياره للشرق الاوسط وللسلطنه، نساله كيف كان انطباعه بشكل عام وعن الحضور الجماهيري وكيف راى هذا الاستقبال. روني، هي اسك يو اباوت يسترداي اند وات يو ثينك اباوت عمان اند بوبليشن هير. ويز ذيس از وان اوف ذا greatest countries I've ever seen. As far as scenery goes, I've been all over the world. I've been in many, many different countries. This is by far one of the greatest as far as scenery goes. It's probably one of the best as far as, you know, hospitality among the people go. You know, very, very friendly people here. And I'm just having an overall great time here with everything. The overall experience is real good. هو جدا سعيد في عمان، يقول يعني البلد جميلة والشعب أجمل، يقول الشعب يعني فرندلي كثير طيب، والشعب ما شاء الله أمس وراه شيء إحنا يعني كثير يعني نقدر الشغلة هذه، يعني وروه طيبة العمانيين، وروه كرم العمانيين، الكل يصور معه، الكل يضحك له، روني يا بادي عنده كلمة. فهو يعني يقول من أحسن بلاد زارها في الميدل إيست، واللي بحياته كلها هي عمان، يعني شاف شيء ما تخيله نهائيا. وهذا انطباع من يوم واحدة، يعني اعتقد اليوم حتى يمكن الانطباع هذا بيكون اكثر. هل توقع هذا الحضور الجماهيري وتوقع ايضا انتشار هذه اللعبه بشكل كبير في السلطنه واهتمام الشباب العمانيين بهذه اللعبه؟ Did you think before you arrived to Oman they like bodybuilding and like Roni like no. what you see? No, I had no idea what to expect because I'd never heard of this country before, so this is overall brand new experience for me. يقول لك انا اصلا ما كنت سامع عن البلد من قبل، ما يعرف شنو عمان. You don't know who's عمان before. No. ما يدري شنو عمان، هو اقول لك ما في ماركتنج حق البلد فما يدري. قلنا له عمان، قال شنو عمان وهذا؟ يا راح تجي تشوف بلد زينه وهذا، واقنعناه وجبناه. فهو ما كان متوقع، هو جاي وانه يعني بلد جديده عليه وما يدري شنو فيها البودي بيلدنج ولا شنو فيها ابطال ولا هل راح يلقى قبول، بس انصدم. جميل، وهذا احد اهداف الرياضه، يمكن حتى بعيد عن المنافسه، بعيد عن العمل الرياضي، هو ايضا ترويج للسلطنه وايضا الجذب السياحي. بالضبط. وجود روني اعتقد اضافه كبيره للسلطنه. يعني هذا الحين العالم كله قاعد يشوف عمان، الكل قاعد يشوف الرياضه والروح الشبابيه في عمان، هذه اكبر دعايه
يمين. استغل ايضا وجود عيسى. عيسى ما شاء الله بجانب روني كولمان، واعتقد هذا شيء كبير بالنسبه صراحة لك. شرف زياره كبير. روني كيف تعبر انت كبطل عماني عن زياره روني؟ صراحه انا هذا شيء الكلام اللي بقوله او الاصل اللي بقوله شيء بسيط، يعني احنا مثل ما قال الاستاذ عادل عمان دوله متفتحه، شعبها كثير طيب، ولكن هالشيء نعتبره حدث عظيم يعني تحط عليه الاسطر. يعني حضور روني اللي هو مستر اولمبيا 8 مرات تعتبر كرياضيين فخر كبير، وهو يمكن ما توقع هالشيء. انا نفسيا اعرف جمهور عمان، اعرف الشعب العماني ان الرياضه هذه تمشي في عروقهم. صحيح احنا نعتبر يعني في الشرق الاوسط اقوى جمهور في هذا الرياضه، ولكن نحتاج الدعم، نحتاج ان الناس تعرف احنا وايش اللي قاعدين نسويه. فحضور روني هنا وشاركه وامان صراحه راح يكون مستقبل كبير للرياضيين هنا. جميل. ان شاء الله مو اول حدث، راح يكون الاحداث دائما بوجود شاركه وامان، راح دائما ابطال وابطال تجي على اساس ان الرياضه هذه تتطور لاعلى مستوياتها. بالفعل. يعني بالنسبه لروني كيف ممكن الدعم اللي يقدمه للشباب العمانيين اللي حابين يخوضوا هذه المرحله، خاصه هو صاحب تجربه واسعه وكبير، وايضا حتى بغض النظر عن ثمن اولمبيا هو ايضا صاحب اكبر عدد البطولات، تقريبا 22 بطوله، واكيد صاحب خبره كبيره. كيف ممكن يوجه هذول الشباب؟ وعيسى اعتقد واحد منهم يستفيد من وجود روني. وهو روني ما يقصر، يعني حتى اليوم بيحاول يتكلم لما يجون الشباب، بيحاول نعطي وقت انه يتكلم عن اللايف ستايل ماله، حياته شلون كان لما يجهز، متى يقوم، متى ينام، شنو ياكل، شلون تمرينه، شنو الطموح اللي كان يشوفه. ترى انت لما يكون عندك بطل ولا متابعين والناس يعني تتابع الانسان هذا، في ناس ترى يغلدونه. صحيح. فانت لما تشوف معلم رياضي وتحث الشباب انه يغلدون المعلم الرياضي هذا، انت نقذتهم من شغلات كثيره، نقذتهم من المخدرات، نقذتهم من افه الارهاب، نقذتهم من افات كبيره. فالحين السلاح اللي تحمي فيه الشباب هو الرياضه. صحيح. فان شاء الله روني يكون واحد منهم، وعيسى هو اللي راح يكون ان شاء الله في الوطن العربي كله هو النجم اللي بكره الناس كلها تلحقه وتبصير نفس عيسى، وهو راح يكون ان شاء الله نقطه كبيره لحمايه الشباب. جميل. ان شاء الله. السؤال نوجهه لروني حول النصائح او الرسائل اللي وجهها للشباب العماني في سلك هذا المسار، خاصه اذا كان يعني خاطره يصير مثل عيسى كبطل عماني وحتى كبطل عالمي ان شاء الله. روني كان تل ذا جايز هير something advices advices to be good life in the sport and champion. I always like to tell people that bodybuilding is all about having knowledge. Fortunate for me, I was surrounded by people that were very knowledgeable, so I learned a lot from them, and that's why I was able to become, you know, the greatest champion of the world. Because the people that I surrounded myself were very knowledgeable, and they knew a lot about bodybuilding. They knew a lot about training. They knew a lot about dieting. Of course, they knew a lot about posing and all this stuff. So I would just tell people, just surround yourself with people who are very knowledgeable, and you too can become world champion. Okay. That's what it's all about. Can you tell us how you was Ronnie when you compete? How you eat, what's time, and what we train? Oh, everything was done at a certain time of the day. Yeah. Everything was weighed, measured. Everything was done according to a schedule. I ate at the same time every day. I worked out at the same time every day. I ate the same food every day. How many times you train every day? Trained one time and did 2 cardio sessions. 2 cardio times, yeah. And 1 time train. Yeah. روني كان يتمرن مرة واحدة حديد في اليوم ومرتين كارديو مشي ولا قاري. How many hours you train bodybuilding for? 1 hour 15 minutes. كان يتمرن روني من 50 دقيقة إلى ساعة فقط لا غير، مو أكثر. الباقي كان يمشي. No more. ما شاء الله شفت الحجم هذا كله 50 دقيقة، يعني اللي قاعد يلعب بالنادي هذا قاعد 3 ساعات يعني. See, what people don't understand is I work full time for the police department, so I didn't have time to be in the gym all the time. روني كان بالشرطة فما كان عنده تايم أصلاً إنه يتمرن طول اليوم، فيروح 50 دقيقة إلى ساعة والباقي كله في البوليس. هو عنده تشوف حسابه، تشوف الانستغرام يكتب روني كولمان وورك أور بوليس، تشوفه بالدورية ما شاء الله. 10 hours a day.
تنور كل يوم 10 ساعات ما شاء الله شغل ولا تشوف لما يمسك فيزا التصوير ماسك الحرامية صغار رالي كبير الله يعينهم يعني لما يمسك الحرامية يقول لك قبل رالي بس يطلع على شيء خلاص انتهى على طول انتهى. وحتى من ضمن كلام يعني اللي فهمته انه لازم عنده جدول محدد عنده جدول يمشي عليه توقيت التدريب يكون في يوم في نفس الوقت توقيت معين يعني اكلته الفلانية ساعة كذا خلاص ساعة كل يوم يكون نفس التوقيت بالضبط المشي ماله ساعة كذا خلاص هو مبرمج نفسه أن هذا الوقت يكون يمشي عليه وهذا المفترض يعني هذا الرياضة هي تعلمك أيضا تنظيم الوقت وشيء كثير لازم تنظيم لازم هو هو يتكلم يقول أن هالرياضة أساسا أساسها المعرفة هي بحر كبير لازم يكون عندك نولج نولج من وين نأخذها المعرفة يعني أنا مثلا صح بطل بس أحتاج لمعلوماته ليش ما توقف معلوماتي أنا خلاص خلاص طورت نفسي في المرحلة لازم أزيد من المعلومات على أساس إني أطور نفسي ففي ناس تتابعني تريد تسوي مثلي بس بكرة لما يعرفوا إن روني جاي يريد يعرفوا أكثر عنه هو لأنه هو من هو مستر أولمبيا صحيح خبرته أكبر فينا عنا إحنا جميل يعني عادل في استضافة يمكن سابقة لعيسى كان يكلمنا كثير عن وون بروتين وعن دعمه للشباب وعن حتى بالنسبة لعيسى ودعمه لعيسى نتكلم في البداية عن وون بروتين يمكن البعض يريد ياخذ فكرة عامة عن وون بروتين اوكي وون بروتين هي شركة لجميع الشباب تم تأسيسها تحت اسمي كان اسمي في الكويت عادل وون بطل ملاكمة بطل كيك بوكسين والشباب كلهم يعرفوني في الكويت قبل اطلع صافة السوشيال ميديا الهبة هذه فأسست الشركة هذه لاني كنت بطل واسعى اني احترف برا الكويت لكن الظروف ما سمحت يعني طلعت على بريطانيا واحترفت وقعدت اتمرن وكنت اول كويتي احترف الملاكمه لكن ظروف الحياه صعبه يعني ما تقدر تقعد برا وتعيش وتحترف فاسست منظمه احترافيه في الكويت ورخصتها من هيئه شباب رياضه اللي هي جي اف سي جلادياترز فايتنج تشامبيونشيب هو الكيج فايتنج منظمه احترافيه في الكويت وقمنا نستقطب الناس من برا يلعبون في هذه المنظمه وكبر الشغل معانا قمنا نزود على الفنون القتاليه الهوايات كلها اللي انا احبها هوايه عادل ووان شنو هي انا احب كمال اجسام احب الجيتسو احب الجرابلينج احب الملاكمه كيك بوكسين الامامي الفتنس فدخلنا في عالم الكمال اجسام ان ندعم الشباب وربعنا لان كل اللاعبين اصحابنا وكلهم احنا ابطال نعرف بعض فقمنا نحاول ندعم الشباب هذا لين شفنا الوضع والشارع شلون في احباط كبير ان الشباب ينظلمون يعني عيسى بطل عماني ويروح البطوله مبيوعه قبل لا تصير يعني في اتحاد موجود مسيطر الحين على الشغله ماخذها بزنس بيور يبيع البطوله حق فلان وفلان ومقسمينها طبعا ماسك رئيس اتحاد واحد مصري والنعم في المصريين كلهم لكن هذا الشخص يبيع البطوله يعني انت عندك نادي تدفع باحت البطوله تو في بطوله في الامارات هم سوى مشكله طلب 100,000 اذا ما اعطوه بخرب البطوله راح باع حق يعني مصيبة كبيرة فعيسى والشباب كلهم مسكوني قال يا عاد لازم تسوي اتحاد شيء تشوف لنا حل لأن حرام قاعد يصير فأسسنا اتحاد سميناه اتحاد ووان جميل اتحاد ووان رخصنا ايش الهدف من الاتحاد بشكل الهدف ان اول شيء نصنع ابطال نصنع محترفين نفس روني كولمان لكن ليش احنا نقعد تحت هذيل هو اللي ماسك الاتحاد العالمي شنو هما اول شيء يهود ثاني شيء هما يعني ناس ما يمثلوننا احنا ليش احنا ايش ناقصنا احنا شباب وتونا صغار انا عمري 30 سنه ما شاء الله الشباب عندهم اقبال وشباب كلنا احنا صغار صحيح احنا ننهض بشيء نطلع شيء وطني شيء عربي فطلعنا باتحاد ووان ورخصناه في الكويت من هيئه شباب رياضه ورخصناه من وزاره التجاره ترخيص رسمي وقعدنا نشتغل عليه ونقيم بطولات رياضيه فيها دعم يعني البطوله اللي لعب فيها عيسى كان جوائز اكثر من 350,000 دولار بس كمال اجسام اي الاول خذ 100,000 والاول بكمال اجسام خذ 100,000 الفتنس خذ 100,000 يعني مبالغ كبيره عيسى طول عمره يلعب في الاتحادات الثانيه شنو خذها ريال ما اعطوه ما يعطونا ولا شيء احنا سوينا شيء اتحاد في دعم للشباب والحين سوينا فيه احتراف تلعب وتجمع نقاط وتصير محترف يعني تصير انت بطل عربي نفس عيسى يصير محترف وهو يصير معلم العالم احنا ليش قاعد نستضيف الناس نفس ما الحين روني بكره انا ابي امريكا تستضيف عيسى جيب هناك هو الاسطوره كبطل عربي بالنسبه هو الاسطوره يروح هناك هو اللي يسوي يعني نبي الايه تنقلب ونقدر نسويها ايش ناقصنا احنا صحيح واحنا قادرين ان شاء الله ما شاء الله بجهود الشباب ودعمكم لهم ان شاء الله ان شاء الله نوصل العالمية ان شاء الله نسالك عادل حول وجودكم هنا في السلطنه واتجاهكم للسوق هنا في السلطنه ودعمكم للشباب هل رايت هنا مستقبل لهذا الرياضه خاصه بوجود عيسى وحتى وجود رياضيين كثار ما شاء الله حتى في مشاركاتهم الخارجيه كانت اخر مشاركه تقريبا في اسبانيا وكانت نتائج جدا رائعه بالنسبه لهم والله شوف انا اتوقع لهذه البلد راح تكون الاولى
في الرياضات. عندكم شباب صخر، شباب طموح، شباب يبي مستقبل. يعني أنا جيت وشفت الجمهور وشفت الشاب شلون متعطش ويبي يشتغل ويبي يلعب، ما شاء الله. يعني البلد إذا استغلت الشباب هذا كلهم وحطتهم وجهتهم صح راح تكون أفضل دولة، أفضل دولة. عندكم شباب ما شاء الله، يعني عيسى وغير عيسى وشباب لبنانيين، يعني شيء ما شفته بدول الخليج كلها. أنا كويتي وافتخر إني كويتي، لكن هني شفت جمهور ما شفته عندنا، شفت أبطال. وهذا الموضوع دائما يعني ما ياخذ يعني يلفت الانتباه للجميع، شيء غريب سواء كان هنا في السلطنة أو حتى بالخارج. والله شيء غريب، يعني لو تمسكونهم هذيل وتوفروا لهم شنو يبون من رياضة، من أمور صحية، من توجه، والله راح يطلع عندكم جيل مستقبل واعي ينهض في البلد هذه إلى يعني لا نهاية. وهذا ما نتمناه. نستغل وقدرونا أيضا في مسألة يعني دائما ما يمثل الدعم وحتى مسألة التغذية عامل مهم بالجانب الرياضة. كيف هو كان يعني يعمل على هذا الشيء، جانب التغذية وجانب الدعم بالنسبة له؟ روني، how you was eating and your program when you compete? You told us you train one times for bodybuilding 50 minutes to one hour and two times cardio for food. Food was easy because I only ate certain types of food. I ate chicken, steak, rice, and baked potatoes. So it was real simple. Morning time was just protein shake, grits, and that was it. So protein, I had protein shake and protein shake grits. Okay. You don't know what that is. It's a southern thing. Okay. In the south of America. So my food was real simple. My mom cooked all my food, which was real simple. She would bring it over to me, and when it's time for me to eat, it was pre-cooked, so all I had to do was just put it in the microwave and warm it up. So I didn't spend a lot of time cooking. So all my time was spent, you know, 10 hours at the police department, 2 hours on cardio, 1 hour in the morning, 1 hour at night after work. And training session was 1 hour a day, basically, just 1 hour, you know, so because I didn't have a lot of time to train because I had to be at work. So I had to schedule everything around, you know, my job. And being organized made it real simple. So like I said, I didn't have to cook a lot of food. I just warmed it up, you know, it only took a few minutes. Even when I was at work, I ate twice. I'd eat when I got to work, and I'd eat another time about 3-4 hours later in the day. So everything was real simplified because I made it real simple. So there was never, no, nothing real complicated about what I was doing because I made it real simple to do and it made it real easy for me to do. وانا كان شغل 10 ساعات تقريبا في اليوم، فامه كانت تسوي له الاكل، هو ياكل شيء سمبل، يقول الصبح بروتين شيك كذي، بس الوجبات الاساسيه مالته كانت الدجاج مع والستيك وبيك بوتيتو، البطاطا الكامله هذه مشويه، سويت بوتيتو. No, no, no sweet potato. What? Just baked potato and rice. Yeah. Rice وبطاط. هذا الأكل اللي يحبه اللي كان يأكله. يعني أشياء بسيطة جدا ولكن هي اللي. How many grams? Per meal. Per meal, 450-500 grams. 450-500. Yeah, 450. I most of the time I make it about 500. So 500 grams of chicken, 500 grams of steak. Per day or per meal? Per meal. واو ياكل نص كيلو صدور دجاج 6 ايام نص كيلو بكل وجبه لحم ودجاج لانه هو بنيته كبيره فيحتاج ترى جسم عن جسم يفرق يعني شنو احتياج جسم and the carbs is very low very low yeah just a small potato maybe a small cup of rice عاد هذه امور يعني اكثر يفهموها الناس متخصصين ياكل شويه بطاط وشويه هذا بس اللحم نص كيلو ونص كيلو دجاج بكل وجبه 600 جرام بروتين 250 جرام كارب ذا داي اوكي اند ذات واز بيسيكلي نص كيلو 600 جرام للبروتين هو الدجاج وال 250 و200 جرام هو الكارب البطاطا بس 6 مرات باليوم في النهايه هو عنده حاجه مخصصه ويروح لها Very high protein, low carb. نسأل أيضا على علاقته بأفلام الأكشن يعني يمكن روني البعض هو تواجد تقريبا في بعض الأفلام أو كذا تقريبا. لا ما أعتقد في الأفلام. Have you been in a movie before? No. No time. بس في مسوي له جيم هو فيديو جيم يو هاف. أيوه هذا تقريبا. فيديو جيم أكشن مسدسات لأنه كان شرطي
ويسوي لنا يلحق الحراميه ويرمي فيديو جيم يلعبونه الشباب كذي. جميل. هذا يمكن بعض الاشياء او الامور الاخرى. نتكلم ايضا عن الابطال هنا في السلطنه وعن روني. كيف يكون كيف راي روني عن الابطال الموجودين في السلطنه؟ هل يعتقد بان السلطنه قادره ايضا على اخراج هذا الابطال، خاصه انه اليوم راح يقابل اعتقد اعداد كبيره من الجمهور ومن الشباب اللي مهتمين؟ صح. واكيد يحتاج الى روني. Okay. Keep. What do you think, Ronnie, for a champion like Issa, like the champion here, for future in bodybuilding and fitness? Oh, I think very bright future. I mean, it's all about hard work and dedication, of course. For me, it was all about hard work, dedication, and sacrifice. Okay. You know, and you put all those things together and you make yourself a world champion. So, and I mean, it's easy to say, but it's hard to do. But, you know, if you committed, anything is possible. And I was like 100% committed to what I was doing. Okay. And 100% dedicated to what I was doing. And what do you think for the future of Oman champion, like Issa, like these people? What you oh, see? I just looking at me, the thing, yeah, I said very bright, you know. Okay. You know, he got a great physique, you know. Of course, I don't know a whole lot about him, but just looking at him, just my first, you know, impression, you know, look like he trains real hard. And he dies real hard and works real hard. So I say he's on the right track to becoming the world champion himself. Okay. You think for Oman, like Ace and bodybuilders, would be a good future? Yeah, but to me, it's all in the heart, you know. You got to want it. فشيء أنت بالخلق. يلا. هي ترى الرياضة. اللعبة. يعني هي الرياضة بشكل عام. رياضتنا ترى تعتمد على الإرادة. إرادة الشخص نفسه. صحيح. ما عندك إرادة مهما سويت. يعني هي كل واحد فكرته. هو الكلام اللي يقول إن أنا كنت أطبق جدولي 100%. يعني أنا عندنا في عمان أنا شخصياً. اعترف ان عندنا ابطال كثيره وخامات جدا قويه، ولكن المشكله ان الطموح اللاعب نفسه توصل لمرحله معينه تتهدم او ينحبط او يصير له موقف او يصير لا قدر الله يصير له شيء. فهو شخصيا عرف ويطرح الموضوع ده ان الرياضه هذه الرياضه تحتاج الى اصرارك شخصيا. صحيح. يعني احنا نعرف ناس كثيره وزانها ثقيله تريد تنزل يقول لك انا ما اقدر اترك الاكل او ما اقدر انا لا توقفنا على الرز او لا تقول لي ما اكل هذه الوجبه. فهي مساله اراده. الشخص اذا عنده اراده وتصميم انه يوصل للمرحله اللي يريدها بيسوي، سواء كان روني او عيسى او بطل هيثم او بطل انور، هذا كله تعتمد على اراده الشخص نفسه. صحيح. فاذا كان عندك اراده راح توصل للي انت تريده. You know, the most important thing I left out becoming a champion, family. The people around you, those are the people that make you a champion. Mm-hmm. You got the support of your family. It's pretty much a done deal. So right. العائلة هي أهم شيء. لها دور كبير. من سبب الأسباب النجاح هو نفسه شخصياً يقول إن العائلة هي سبب اللي ممكن تنجحك وتوصلك للمرحلة اللي تريد. صحيح. حتى ليس. Yeah. My whole family supported me. Whole family. الناس اللي حولك يعني. يعني مثلاً أنا. الناس اللي حولي من أبطال عادل وهذا كلهم، هذا الناس شجعني أن أوصل للهدف، فتعتبر عائلة. هذا روني كل اللي حواليه كان يشجعونه يدعمونه عشان يصير وكان متبني فيه. وهذا الشيء احنا يمكن نسينا حاجة محددة اللي هي الإصابة. نسى الإصابة نسينا. هو مسوي عملية في الحوض، مبدل الحوض، فيبي له سنتين أساس أنه يقدر يصير اوكي ما شاء الله. اي فالحين هو بمرحله اعداد وتاهيل. لكن شفت الاصابه هذه كل يوم يروح النادي ما شاء الله. Now you have in hips you make operation right? No. Back. Okay. Yeah. مسوي في الباك سوري في الظهر. And you go every day to gym train. Yeah. كل يوم يروح. ما اثرت عليه. You train every day. That's what happened here. I dropped the weight on my foot. اوه هذا رجل طاح عليها وزن من التمرين. عشان كذا هو بس كل يوم يروح النادي. الحين احنا ويانا وكنا في البحرين يوميا يروح النادي. وما يفرق شيء مثل ما قال عيسى، اهم شيء عنده اراده وهذا يتمرن يسوي عمليه والهذا يتمرن. جميل. عيسى ما قبل وجود روني وقبل وجود ووان هنا في السلطنه وما بعد، كيف ايش اللي راح يتغير في رياضه كمال الاجسام من بعد وجود هذه الشركه وايضا حتى وزياره روني؟ انا مش اوعدكم بس اقول لكم للاكيد وجود شركه ووان راح تغير معالم الرياضه في عمان. راح يطلع جيل
يتحدث عنه كل الدول، لأن الهدف اللي فيه مو هدف مادي، الهدف فيه إن إحنا نزرع أبطال ما تتعب، يعني تعبها مجهودها فقط، لكن الوصول للقمة راح يكون سهل. ليش؟ إحنا ندعمهم، يعني سعادة جاي هنا يدعم الرياضيين على أساس إنه ما يتعبوا يوصلوا للمرحلة اللي نريدها، فراح تكون إن شاء الله مرحلة جدا جدا قوية، راح نتعب شوي بس راح نوصل بإذن الله إن شاء الله. عادل، الخطوات القادمة إن شاء الله لتأسيس المشروع، وأيضا خطواتكم في مسألة دعم الشباب إن شاء الله. إحنا إن شاء الله راح نسوي في عمان مثل ما قاعد نسوي في الكويت، البطولات والمعارض، وحاطين على اللعبة هذه بالذات كمال اجسام شخص أمين، شخص قوي ما شاء الله عليه، السيد ناصر ميرزا، أسطورة الإمارات في كمال الأجسام، أول خليجي يحصل على بطولة العالم. هذا الرجال انظلم كثير من الاتحاد الثاني والاتحادات الأخرى، فهو ماسك رئيس لجان التحكيم في اتحادنا كله، أساس أنه يعطي حق كل لاعب أنه ما ينظلم، ما حد قلت لاعب بالنتائج. فإن شاء الله في عمان هو راح يكون هم ماسك التحكيم فوق الحكام، راح نحط حكام عمانيين حكام من برا، لكن هو مشرف عليه بس لا ينظلم اللاعبين. راح ان شاء الله نقيم لهم بطولات كمال اجسام، بطوله خاصه لوان بروتين هو اللي راح يراعي عمان، لان الحين عندنا في السعوديه الحمد لله اعطونا نقدر نسوي بطولات، يعرفون شغلنا. جميل. وبالعكس البلد محتاجه البطولات هذه حق الشباب، لان الحكومه الحين ما تدفع تعطينا البطوله، احنا نسوي البطوله كامله، احنا عندنا اهداف، عندنا يعني شغلات نحب نسويها. جميل. هوايتنا، فان شاء الله راح نقيم هنا في عمان بطولات مستمره لكمال الاجسام والفتنس والفنون القتاليه المختلطه ما شاء الله والجيتسو، فان شاء الله تكون في نهضه حلوه للشباب، وان شاء الله بدعمكم دعم. انا شفت الجمهور هنا يبشر بالخير، احنا ما شاء الله يعني ما شاء الله خاصه مع الصالات منتشره في كل مكان، وبدا سوقها يطلع بشكل كبير يعني والله. ما شاء الله بريت الخليج كله، عمري ما شفت حماس جمهوري اللي شفناه امس، وراح تشوفوا اكثر في حضورك للبطولات، وحتى ايضا في حال تنفيذ البطولات يعني يمكن تقريبا اكثر من 7000 او 5000 متفرج يحضر مثل هذه البطولات. روني، كختام لهذا اللقاء، الرساله اللي توجهها للجمهور وايضا حتى لجميع متابعينك سواء كان عن السلطنه او حتى للشباب العماني. روني، can you we will finish now, can you say something for your fans and people in Oman, big thank you like this. Yeah, first of all I'd like to thank everybody for coming out last night, so that was very overwhelming. I didn't expect to see that many people. I mean, you said it was going to be a lot of people, but saying it and actually seeing it is two different things. So I want to thank them very much for coming out and supporting us and supporting my brand, supporting Wawa on Protein. And I hope and pray that they will come out again and support us again tonight when we show up. So. Mm-hmm. Thank you for the hospitality, and I look forward to seeing them again tonight. يشكرهم ويشكرهم على أساس إن الدعم هو لأن هم عنده شركة مكملات روني كولمان سيجنتشر، هو مسوي المكملات هذه خاصة معتمدها فموجودة بمحلاتنا. يشكرهم على حضورهم، يشكرهم على دعم شركته، ويقول إن شاء الله اليوم هم أشوفهم في المحل يوم 7:30 روني راح يكون موجود حق اللي ما شافه أمس. جميل. يوقع لهم، يعطيهم الصور، تيشيرتات مجانية، ونفس الوقت بنسوي محاضرة صغيرة حق روني يتكلم عن اللايف ستايل ماله، شلون كان يتمرن، شو كان ياكل، شيء بسيط حق الشباب. جميل. عيسى، وين راح يكون المكان ان شاء الله؟ السيب ان شاء الله راح يكون في سوق السيب محطة نفط عمان بعد العاديات. جميل، عشان الكل يكون عارف في ووان بروتين يتابعنا، ووان بروتين اسمه ووان بروتين المحل، من بين الاعلان برا تكون داخله محاضرة عن اللايف ستايل روني، نفس الوقت بيوقع لهم على التيشيرتات مجانيه باذن الله، صور مات روني مجانيه، راح يكون فيها بعد البطل كوري والبطل ناصر ميرزا، يعني فعاليه جميله ان شاء الله. ناصر العتيبي بعد اخصائي تغذيه وبطل وكابتن موجود يقدم استشارات مجانيه، كله مجاني. جميل، هذه هي الفعاليات. شكرا لكم على وجودكم اليوم، يعني الوقت ما سعفنا، كان ودنا نتكلم اكثر عن مع روني، ولكن زيارته هي يعني شيء كبير بالنسبه للرياضيين وبالنسبه لجميع المتابعين، ونشكر على وجوده في السلطنه، وان شاء الله نشوفكم في فعاليات قادمه سواء كان كعادل واون حتى ان شاء الله بالبطل روني كولمان، ان شاء الله بنشوفكم ان شاء الله في الفعاليات القادمه. شكرا لكم على وجودكم ان شاء الله. شكرا لكم على الاستضافه الحلوه هذه. شكرا ثانك يو روني. نو بروبلم، ماي بليجر. شكرا عيسى حبيبي، يعطيك الف عافيه. تسلم، جزاك الله خير. اذا كان حديثنا مشاهدينا الكرام حول هذه الزياره لروني كولمان الى السلطنه، فاصل قصير وبعد الفاصل سنكمل وياكم بقيه فقرات برنامج الحدث، تفضلوا بالبقاء معنا.
المسيح تضرب وبقوة يا جماعة. جول لمسقط الأول للزعيم. نعم الكرة ثابتة. عروبة يا عروبة يا عروبة. الله على العروبة. جول للأزرق أزرق. النهضة نعم هو من يلتقى الجمجم. يعود الملك الفنجاوي سريعا. تعلان للرتبة عنوان. نعم هي العودة لأصدر الباب. جول لمصلحة النصر. جول شباب كبير كبير يا نادي عمان. هدف التقدم للرستام. أهلا وسهلا بكم مجددا مشاهدين الكرام. ننتقل وياكم إلى فقرة أخرى من فقرات ضيف الحدث، حيث رعى معالي الشيخ الفضل بن محمد الحارثي أمين عام مجلس الوزراء صباح أمس اختتام مسابقة الرماية بالأسلحة التقليدية السنوية في نسختها الرابعة التي أقيمت على ميدان فريق الهيال للرماية التقليدية بولاية عبري بمحافظة الظاهرة، وبمشاركة 862 راميا من سائر محافظات السلطنة ومن دول مجلس التعاون الخليجي، والتي ينظمها فريق الهيال للرماية التقليدية بالتنسيق مع اللجنة العمانية للرماية بالأسلحة التقليدية بوزارة الشؤون الرياضية. الحديث أكثر إن شاء الله حول هذا الموضوع وحول ما دار في هذه البطولة ينضم إلينا الفاضل تركي بن سعيد المعمري، عضو باللجنة المنظمة لمسابقة الرماية التقليدية. أهلا وسهلا بك أستاذ تركي. أهلا وسهلا بكم ومسي على جميع المشاهدين. يا مرحبا وسهلا فيك. إذن قبل البداية مشاهدين الكرام في هذا الحوار، دعونا وياكم نتابع هذا التقرير وهذه اللقطات من هذه البطولة. اختتمت صباح أمس مسابقة الرماية التقليدية السنوية الرابعة على مستوى السلطنة، والتي أقيمت بميدان الهيال للرماية بولاية عبري، وذلك تحت رعاية معالي الشيخ الفضل بن محمد بن أحمد الحارثي الموقر أمين عام مجلس الوزراء، وبحضور معالي الشيخ سعد بن محمد المرضوف السعدي وزير الشؤون الرياضية، والشيخ محمد بن حمود بن حمد المعمري، وحضور أصحاب السعادة والمشايخ والأهالي الكرام. شهد ميدان الرماية مشاركة واسعة وكبيرة، حيث بلغ عدد المشاركين حوالي 862 مشاركا من أبرز الرماة على مستوى السلطنة، وتأهل عدد 46 راميا إلى الجولة الأخيرة من المسابقة الفردية بالسكتون، كما أن البطولة تشمل على مسابقة الرماية السكتون 50 مترا للمستوى الفردي، ورماية إسقاط الأطباق لمسافة 200 متر للبندقية الثقيلة، ولمسافة 50 مترا للسكتون، حيث يتكون كل فريق من 4 رماة و5 طلقات لكل رام. وقال السيف بن حمود بن حمد المعمري رئيس فريق الهيال للرماية بأن هذه المسابقة تأتي إيمانا بأهمية الرماية التقليدية باعتبارها أحد الموروثات العمانية التاريخية، وحرصا منا على إقامة المسابقة السنوية للرماية بالأسلحة التقليدية في نسختها الرابعة، والحفاظ على إحياء ديموميتها سنويا، ذلك من منطلق حرص جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه بدعوة من لدنه في الحفاظ على الإرث التاريخي التقليدي العماني الأصيل بأنواعه، وبكون الرماية أحد هذه الموروثات التقليدية التي نشأ عليها الإنسان العماني وأصبحت إحدى الهوايات الرياضية التي تسري بفكر محبيها من أبناء عمان، أقدنا العزم بالمحافظة عليها
وممارستها كل عام. وفي ختام منافسات البطولة الفردية للسكتون، حصل الرامي علي بن سالم بن صالح البلوشي من ولاية الكامل والوافي على المركز الأول، وحصل إبراهيم بن سليمان بن سعيد الشبيبي من ولاية المضيبي على المركز الثاني، وجاء في المركز الثالث طلال بن سعيد بن عبدالله البادي من ولاية ضنك. وفي منافسة رمي الأطباق السكتون، فاز فريق اتحاد مسي بولاية نخل على المركز الأول، وحصل فريق فرسان حدل على المركز الثاني. كما شهدت البطولة منافسة قوية في رمي الأطباق بالبنادق الثقيلة بين فريق محافظة الظاهرة وفريق صقور خدل، وتمكن فريق محافظة الظاهرة من إحراز المركز الأول، وحصل على أصغر رام على مستوى المسابقة الرامي مستهيل بن حمدان بن راشد المعمري، كما حصل الرامي سالم بن حميد بن سليم القمشوعي على أكبر رامي على مستوى المسابقة. بعدها قام معالي الشيخ راعي الحفل بتكريم الفائزين في المسابقة وتكريم المؤسسات الداعمة واللجان المنظمة لمسابقة الرماية الرابعة. إذن تابعنا وياكم مشاهدينا الكرام هذا التقرير حول فعالية الرماية هناك في الهيال بولاية عبري. نرحب مجددا بالأستاذ تركي، أهلا مرة أخرى بك. أهلا بكم. ما شاء الله تابعنا هذا التقرير والفعالية، كيف كانت بشكل عام؟ يمكن المتواجد فيها يختلف رأيه حول ليش تابعها للتلفزيون. نعم، الحمد لله تعتبر هذه المسابقة رقم 4، المسابقة الرابعة، سبقتها 3 مسابقات، والحمد لله نحن كلجنة منظمة أصبحت لدينا من الخبرة الميدانية والعملية في تنظيم المسابقات بما يحفظ أولا سلامة الرماة والمتابعين لهذه الرياضة، بالإضافة إلى ذلك الخروج بخروج حسن من النتائج ومن التحكيم المناسب وتقييم المسابقة ككل من حيث دخول وخروج الرماة انتهاء إلى تسليم الجوائز للفائزين. جميل، يعني ما شاء الله 862 مشارك، العدد كبير، وحتى كانت مشاركات من الخارج. نعم، من خارج السلطنات طبعا. نعم، بالنسبة للمشاركين كعدد رقمي دقيق 862 مشارك. هذا العدد ما بين رماة الذين رموا مسابقات الأهداف وكذلك مسابقة إسقاط الأطباق، بالنسبة لمسابقة إسقاط الأطباق الثقيل وإسقاط الأطباق الخفيف. وبالنسبة للمشاركين من دول مجلس التعاون، دأبت مسابقة الهيال في ولاية عبري بمحافظة الظاهرة سنويا على حضور مكثف من دول مجلس التعاون من الأشقاء وبالأخص من دولة الإمارات العربية المتحدة، وحصول أحد المراكز الـ10 الأوائل من الإمارات، وهذا الأمر استمر معنا في جميع المسابقات السابقة. جميل، إيش المميز في بطولة الهيال؟ يمكن نعرف أن البطولات كثيرة تنظف السلطنة في مسابقة الرماية التقليدية، ولكن إيش المميز بالنسبة لهذه البطولة؟ المسابقات في السلطنة الحمد لله مسابقات التقليدية الآن تنضم تحت لواء اللجنة العمانية للرماية بالأسلحة التقليدية. هذه اللجنة تعنى بالميادين المختلفة في السلطنة، ومن بينها طبعا ميدان الهيال بولاية عبري بمحافظة الظاهرة. هذا الميدان يتميز بوجود مواصفات ومقاييس عالمية، وكذلك فيه مرافق تحتوي الرماة، وكذلك مناطق انتظار الرماة ومنصات للتحكيم وللتسجيل، ومجهز بتقنيات إلكترونية وكل ما يساعد العملية في رماية الرماة وكذلك تحصيل النتائج انتهاء إلى تكريمهم. جميل، يعني يمكن حتى الميدان خبرني يمكن من أكبر الميادين الموجودة في السلطنة ميدان الهيال. نعم، ميدان الهيال به تقام مسابقة الأهداف اللي هي مسافة 50 متر لإسقاط للأهداف، وكذلك مسابقتي إسقاط الأطباق سواء كانت للسلاح الخفيف اللي هو السكتون المتعارف عليه بمسافة 50 متر، والمسافة الطويلة للسلاح الثقيل بمسافة 200 متر لإسقاط أطباق البندقية الثقيلة. والميدان بما يحتويه من مرفقات سواء بدءا من توقيف المركبات انتهاء إلى منصة الرمي والأهداف، كلها وجهت توجيها يحفظ ويأمن سلامة الرماة والمتابعين لهذه الرماية. جميل، طبعا هي السلامة الأولا تقريبا حتى في هذه البطولة، أن نعرف أن الأسلحة وقود الرماة أيضا في أماكن مختلفة. نعم، السلامة أولا في هذه المسابقة وفي غيرها من المسابقات. وهذا الميدان ميدان الهيال للرماية قامت باختياره وزارة الشؤون الرياضية في العام الماضي في إقامة المسابقة الأولى على مستوى السلطنة، وتم اختيار ميدان الهيال وأقيمت عليه المسابقة الأولى تحت رعاية معالي الشيخ وزير الشؤون الرياضية. وهناك ميادين في السلطنة موجودة على مختلف ولايات ومحافظات السلطنة، إلا أن كثير من الميادين تحتوي على مواصفات ومقاييس
متناسبة مع الرماة، من ضمنها ميدان ولاية نخل وكذلك ميدان وادي بني عمر وميدان مشارب في ولاية عبري أيضا، وفي ميادين موجودة كذلك، أكثر الميادين موجودة في ولاية عبري منها ميدان خدل وميدان ظاهر الفوارس وكثير من الميادين. هذه الميادين يتم اختيارها بعد التنسيق مع الجهات المختصة وبالأخص شرطة عمان السلطانية ليتوفر لها السلامة والأمان للمتابعين وللرماة. جميل. حتى وجود هذه الميادين ووجود هذا العدد الكبير من الرماة دليل على اهتمامكم بهذا الموروث وهذا الرياضة اللي أعتقد ما راح تندثر لوجود هذا العدد الكبير. لا الحمد لله، احنا تحديدا في مسابقة الهيال حاولنا أن نشرك جميع الفئات سواء الأشبال الناشئين وكذلك كبار السن، وتم تكريمهم، تم تكريم الناشئين وتم تكريم كبار السن، هذا علاوة على تكريم 15 راميا، وحصل على المركز الأول الرامي المحترف، يعتبر محترف في عالم الرماة هنا معنا في السلطنة، وهو يعتبر أبو الرماة هنا معنا في السلطنة كونه حصل على كثير من المشاركات، الرامي علي بن سالم البلوشي ونوجه له التحية، وكذلك على من حصل على المركز الثاني إبراهيم الشبيبي من ولاية المضيبي، وكذلك على الرامي طلال البادي من ولاية ضنك حصل على المركز الثالث. وبالنسبة للمراكز التي حصلوا عليها في مسابقة إسقاط الأطباق، ففريق محافظة الظاهرة يعتبر من أفضل الفرق في مسابقة إسقاط الأطباق في كثير من الميادين، حصل على المركز الأول في هذه المسابقة في البندقية الثقيلة، وفريق اتحاد المسيب من ولاية نخل حصل أيضا على المركز الأول في مسابقة إسقاط أطباق السكتون، وبالنسبة لفرسان خدل وصقور خدل هم فريقان ما شاء الله عليهم مبدعين في كل المجالات، وحصلوا على المركز الثاني في المسابقتين، ولهم قدم السبق ومشاركات داخلية وخارجية، فكثير من الرماة تنموا وتطوروا بفعل المسابقات الأهلية التي تقام بالإضافة إلى المسابقة الكبرى التي تقيمها وزارة الشؤون الرياضية. جميل، يعني ما شاء الله مشاركات كثيرة ومسابقات كثيرة، ولكن الأهم هو الحفاظ على هذه الرياضة وأيضا حتى التنافس الشريف ما بينهم كلهم، تركيز الرياضة على يعني منطقة الظاهرة ومحافظة الظاهرة بشكل أكبر وبروزهم أكثر في تلك المناطق، إيش السر يعني تركي بالظاهرة؟ محافظة الظاهرة بحكم وجود أكثر من ميدان بالأخص يعني في ولاية عبري ميدان الهيال وميدان خدل وميدان ظاهر الفوارس وميدان مشارب والميادين الأخرى في العبلة ودريز والريف وما إلى ذلك، هذه الميادين موجودة في ولاية عبري بالأخص، وكذلك موجود ميدان دوت جديدا في ولاية ضنك، ونوجه التحية للإخوة القائمين عليه، ميدان رعيت فيه المواصفات والمقاييس لرماية سلاح السكتون، هذه الميادين لا يمكن أن تكون ويعلن عنها إلا بعد أن تمر بمرحلة أولا يراعى فيها مراعاة الأمان، بعد ذلك يتم الرماية وإنشاء مسابقات، أولا تكون فيما بين مسابقات داخلية بعد ذلك مسابقات على مستوى السلطنة. جميل، يعني هذا هو السر يمكن من تعلق رماة الظاهرة، ولكن أعتقد الرماة بشكل عام في السلطنة دائما بالنسبة للرماة حتى لا نظلم أحد من الرماة ما شاء الله الرماة الأخوة في جنوب عمان من محافظة ظفار هم رماة لهم قدم السبق. صحيح. في المشاركات سواء هنا في شمال عمان أو في السلطنة أو خارج السلطنة. صحيح. ودأب الرماة العمانيون على الحصول على المراكز الأولى في بطولة فزاح في دولة الإمارات العربية المتحدة كونها المسابقة الأكبر والأشمل في مسابقات الرماية، وهذه المسابقة دأب العمانيون على أن تكون لهم قدم السبق والحصول على المراكز الأولى المراكز العشرة الأولى سنوياً. ففي العام الماضي والأعوام السابقة حصلوا على المركز الأول أو المراكز الأولى سواء في إسقاط الأطباق أو في الأهداف. جميل، شكرا لك تركي على وجودك اليوم على هذا الحديث، ما شاء الله الرماية يعني تأخذ مقراها حاليا في السلطنة وبطولات كثيرة وحتى إقبال كبير للمشاركة وحتى للتفاعل معها. نعم، من ضمن الرماة اللي كانوا شاركوا كان معنا والحمد لله كان الرامي حمد الخاطري، الرامي حمد الخاطري كان ممثل السلطنة في أولمبياد ريو دي جانيرو وشارك في مسابقة البندقية السكتون الأولمبية وشارك معنا وحصل على أحد المراكز العشرة الأولى. جميل. ونوجه له التحية. نوجه له التحية ونوجه لك التحية على حضورك اليوم وشكرا لك على تفاعلك. شكرا لك. إذن كان بهذا الحديث وصلنا وياكم مشاهدي الكرام إلى ختام حلقة اليوم من برنامج الحدث، شكرا لكم على كرم المتابعة، وسنلتقي إن شاء الله غدا في نفس الموعد، تقبلوا تحية فريق العمل، إلى اللقاء.